اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 1 in unit 2 which is entitled relation between two variables. الدرس بتاعنا النهارده ما يعتبرش درس جديد علينا، احنا بدانا نتعرف على الفاريبلز من اول جريد 5، وكان ساعتها بنقول ان النمبرز العاديه بنسميها كونستانت، وان في سيمبلز كانت بتجيلي، ممكن يجي لي سيمبل اكس وممكن يجي لي سيمبل واي، واحنا بدانا بالاكس والواي لان هم الاكثر استخداما والاكثر شيوعا في الماثيماتكس كايه كفاريبل، وقلنا ان الاكس والواي بنسميهم فاريبل، يعني الاكس دي كان فاري فروم نمبر تو ايه تو نمبر. طيب وجينا بعد كده في دراستنا في بريب 1 اتعرفنا على حاجه اسمها الاكسبريشن، يعني لو جبت الاكس دي مثلا كده قلت الاكس سكويرد بلس 3 اكس بلس 5، انا عندي just one variable، كنا بنقول ان مجموعة الترمز دي لما نحطها جنب بعضها كنا بنسميها expression. وكذلك لو جيت مثلا عملت كده مثلا y plus 4y squared plus y power 3، ده برضك ايه ده expression، بس الاكسبريشن ده ان اكس والاكسبريشن ده ان واي، والاثنين دول المفروض ان هم من حقي احط مكان الاكس اي نمبر ومن حقي احط مكان الواي اي ايه اي نمبر، يعني ممكن مثلا كده اقول هو ان اكس ايكوال 1 لما الاكس ب 1 ممكن اعمل سبستيتيوشن في الاكسبريشن ده واشوف قيمته بتيكوال ايه، وكذلك ممكن اخد 2 ممكن اخد نيجاتيف اي ايه اي حاجه عندي. طيب الدرس بتاعنا النهارده احنا هنتعامل مع اكسبريشن موجود فيه الاكس والواي اونلي، يعني الاكس والواي هضمهم مع بعض في ايه في وان اكسبريشن، يعني مثلا ممكن يجي لي حاجه زي كده 3x بلس 2y، ده ايه ده اكسبريشن، الاكسبريشن ده موجود فيه كام فاريبل، موجود فيه 2 فاريبلز، فاريبل اسمه اكس وفاريبل اسمه ايه اسمه واي. طب انا من حقي اعمل ايه في الاكسبريشن ده؟ من حقك تحط اي نمبر مكان الاكس ومن حقك تحط اي نمبر مكان الواي، يعني عندك infinite numbers of values ممكن يقولك فين من الاكسبريشن ده. طيب الاكس والواي لما اجي استخدمهم في الاكسبريشن ده بنستخدمهم ازاي؟ احنا خدنا ان لما باجي اعبر عن الاكس والواي ممكن اعبر عنهم عن طريق البوينت، عن طريق اوردر دي بير اسمه اكس وواي كده، مثلا لو قلت لك مثلا 1 وايه 1 و 2، ال 1 و 2 دول ال 1 بتبلونجز تو الاكس وال 2 بتبلونجز تو الواي، ممكن اخد التو فاليوز دول احطهم فين في الاكسبريشن ده وبالتالي يديني ايه يديني فاليو. طب عندي كام اوردر دي بير ممكن اشتغل بيه هنا؟ عدد لا نهائي من الاوردر دي بيرز لان انا سايبها ايه مفتوحه. طيب يبقى دي صوره من صور الريليشن بتجي لك على شكل اكسبريشن. طيب لو جيت انا الريليشن دي عملت لها عمليه تقييد، حجمتها او قيدتها، قيدتها ازاي؟ يعني قلت لك كده مثلا 3x plus 2y equal ايه؟ equal 10. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت زودت equal ايه؟ equal 10. اتحول الاكسبريشن من اكسبريشن لايكويجن. يعني طالما ده قيدته بعلامه equal يبقى انا حولته لايكويجن. طيب حولته لايكويجن، ايه اللي فرق من هنا عن الصوره اللي فوق دي؟ اللي فرق ان عدد الاوردر دي بيرز اللي انا مسموح ليا احطها هنا قل كتير جدا. احنا قلنا هنا عندك عدد لا نهائي من الاوردر دي بيرز. انا عايز هنا 3x بلس 2y ايكوال 10. يعني فور اكزامبل لو الاكس عندي ب 2 يبقى عندي هنا 3 تايمز 2 ايكوال 6. يبقى لازم الواي تبقى ب 2 عشان تساتسفاي الايكويجن. يعني اكس وواي هنا بتيكوال 2 و 2 ده ايه؟ ده ممكن يشتغل معايا هنا. طب لو قلت لك مثلا 1 و 2 زي اللي فوق دي 3 تايمز 1 بلس 2 تايمز 2 يديك 7، يبقى ده ما ايه؟ ما ينفعش. يبقى ايه الفرق ما بين الاكسبريشن والايكويجن بالنسبه للعلاقه ما بين اي 2 فاريبلز؟ الاكسبريشن انا مسموح ليا احط اي اوردر دي بير فيه وبالتالي يديني اي فاليو. طيب الايكويجن لا، انا عملت قيود على مجموعه الاوردر دي بيرز اللي ممكن ادخلها فين في هذا الاكسبريشن وبالتالي قل كتير. هنعرف برضك ان هو انفاينايت نمبر، يعني برضك ده
من الايكويشن دي انا عندي انفاينايت نمبرز اوف فاليوز ممكن احطها هنا وايه وهنا وتساتسفاي الايه الايكويشن دي. هناخدها كمان شويه. طيب انا عايز اطلع من الحته دي بايه؟ انا اطلع من الحته دي ان انا اي تو فاريبلز ممكن احكمهم بايه؟ بريليشن. الريليشن دي ممكن تكون مطلقه يبقى لو جالك ايه اكسبريشن، او ممكن تكون مقيده لو جات لي على هيئه ايه؟ على هيئه ايكويشن. طيب تعالوا مع بعضينا ننتقل لجزئيه اللي هي تعتبر بدايه بقى للليسون، اللي هي اللينير ريليشن. ايه اللينير ريليشن دي؟ اللي احنا كاتبينها فوق من شويه دي بنسميها لينير ريليشن. اللينير ريليشن دي عباره عن علاقه ما بين فاريبل الفاريبل اكس والفاريبل ايه واي، يشترط فيها الاتي: يشترط فيها يكون الباور بتاع اكس از 1، ويشترط فيها يكون الباور بتاع واي از ايه از اولسو 1. عشان كده بنسميها فيرست ديجري. احنا خدنا طبعا الديجري في بريب 1 فيرست ديجري ليه؟ علشان الباور بتاع الاكس ب1 والباور بتاع واي ب1. الريليشن دي هتلاقي فيها علامه يا اما معمول لهم اديشن يا اما معمول لهم سبتراكشن. طب ينفع يا مستر تقول ملتيبليكيشن؟ لا ما ينفعش، لان الديجري هتكبر، هتبقى سكند ديجري. يبقى دايما هتلاقي تيرم في اكس ودايما هتلاقي تيرم في ايه في واي. يبقى كده اسمها لينير ايه لينير ريليشن. اول ما تلاقيها بتيكوال حاجه ما بقاش اسمها لينير ريليشن، اسمها الفيرست اوردر لينير ايكويشن، تتحول من لينير ريليشن للينير ايكويشن. اوكي طيب اللينير ايكويشن دي على حسب ما فهمنا فوق ممكن احط فيها مجموعه من الاوردر بيرز اللي هتعمل ساتسفاكشن للايه للريليشن. طيب كلمه ساتسفاي هتقابلك كتير قوي وانت ايه وانت ماشي في الليسون ده والليسونز اللي بعد كده. كلمه ساتسفاي يعني ايه؟ يعني الاوردر بير اللي ينجح في ان هو يحقق لك الايكويشن بنقول عليه ذيس اوردر بيرز بيساتسفاي الايه الايكويشن دي. اوكي يبقى معنى كلمه ساتسفاي ان انا لما اخده احطه مكان الاكس والواي يديني ايه يحقق لي الايه الايكويشن. طيب ايه تاني ما يخص اللينير ايكويشن؟ سميناها لينير لانك لما هتيجي ترسمها هتفاجئ ان هي بتديك ايه ستريت لاين. طيب والستريت لاين كلمه لاين اشتقنا منها كلمه لينير وعليه سمينا المنظر ده لما يجي لك بنسميه لينير ايكويشن. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض الاكزامبلز اللي هتوضح لنا ازاي نتعامل مع الايه مع الريليشنز. اول اكزامبل بيقول لي فايند 3 اوردر بير ساتسفاينج ايتش اوف ذا فولوينج ريليشنز. اول ريليشن عندي 3x بلس y ايكوال 5. هو طالب منك هنا ايه؟ عايزك تجيب 3 اوردر بيرز. كلمة order the pairs يعني values ل x and y. ال values دي مالها؟ ال values دي بتساتسفاي ال equation. يعني لما اجي احط ال value بتاعت ال x مكان ال x وال y مكان ال y يديني ايه؟ يديني 5. طيب هو هنا سايبها لك مفتوح، يعني هو بيقول لك اقترح order the pairs. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هفرض values لل x واشوف ال value بتاعت ال y اللي بتحقق لي ال equation equal كام. المسائل دي طبعا تعتبر سهله. بتعمل ايه؟ افرض دايما ان الاكس بزيرو او 1 او ايه او 2 وتجيب الكورسبوندنج فاليو لمين؟ للواي عن طريق حل الايكويشن دي. يعني هنقول هو ان اكس ايكوال زيرو يبقى زين 3 تايم زيرو بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 5. ده كده الترم ده راح. يبقى الواي ايكوال كام؟ يبقى الواي ايكوال 5. يبقى انا لما حطيت الاكس بزيرو الكورسبوندنج واي ايكوال 5 يبقى هو ده الاوردر دبير اللي هيحقق مين الايكويشن ده. طيب وهوين اكس ايكوال 1 يبقى زين 3 تايمز 1 بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى زين 3 بلس الواي ايكوال 5. تحل الايكويشن عادي خالص، يبقى ده يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 3. يعني الواي هت ايكوال 5 ماينس 3 يبقى زين الواي هت ايكوال كام؟ الواي هت ايكوال 2. يبقى ال1 الكورسبوندنج فاليو بتاعتها اللي تحل الايكويشن دي از ايه؟ از 2. طيب وهوين اكس ايكوال 2 يبقى 3 تايمز 2 بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 5. انا باخد هنا الفاليو بحطها مكان الاكس ودايما احط الحاجه بتوين براكت.
طيب يبقى then 6 plus y equal كام؟ equal 5 لان 3 times 2 is 6. طيب ال 6 تروح الناحية التانية بالايه؟ بالنيجاتيف 6. يبقى ال y هت equal ال 5 minus 6 يبقى then ال y هت equal negative 1. يبقى ال y هنا عندي is ايه؟ is negative 1. يبقى انا كده قدرت اطلع values لل x و corresponding values للايه؟ لل y. كل واحد من دول بسميه order the pair. يبقى then the ordered pairs are مين هم ال order the pairs بقى اللي هو طالبهم ويقول لك اديني السي order the pairs. مين هم؟ عندي ال 0 وال 5 وعندي ال 1 وال 2 وعندي ال 2 وال negative ايه وال negative 1. يعني لما اخد ال order the pair ده احطه هنا يحقق الايه ال equation وكذلك ايه اخواته دول. طيب نيجي اللي بعد كده 3x minus 2y equal 6. عرفنا بنعمل ايه؟ نحط 0 1 2. طيب يشترط احط 0 1 2؟ لا، خد اللي انت عايزه. ممكن تاخد نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، بس دايما النيجاتيف ممكن ايه تتلخبط وانت بتعمل سبستيوشن، فايه خليك مثبت الفاليوز دي الا لو هو قال لك. يعني ممكن هو يقترح عليك فاليوز تعوض ايه؟ تعوض بيها. طيب هنشتغل زي ما اشتغلنا فوق. هو ان x equal 0 يبقى زين 3 times 0 minus 2y equal 6. خلاص ده كده راح. يبقى negative 2y equal 6. يبقى ال y هت equal 6 divided negative 2 which is a negative 3. يبقى عندي ال 0 معاه مين؟ معاه negative 3. when x equal 1 يبقى then 3 times 1 minus 2y equal كام؟ equal 6. يبقى then 3 minus 2y equal كام؟ equal 6. دي تروح الناحية التانية بنيجاتيف 3. يبقى نيجاتيف ال 2y هت equal معايا ال 6 minus 3. يبقى then نيجاتيف 2y equal كام؟ equal 3. يعني ال y هت equal 3 نيجاتيف 3 over كام؟ over 2. يبقى هنا نيجاتيف 3 divided a divided 2. ممكن يطلع fraction؟ اه عادي. كل الايه انت شغال في الكيو، كل الفاليوز معاك متاح. طيب هو ان اكس ايكوال 2 يبقى زين 3 تايمز 2 ماينس ال 2y ايكوال كام؟ ايكوال 6. 3 تايمز 2 از 6 يبقى زين 6 ماينس ال 2y ايكوال كام؟ ايكوال 6. ال 6 تروح هنا بالنيجاتيف 6. يبقى النيجاتيف 2y هت ايكوال معايا 6 minus ال ايه؟ ال 6. يبقى then negative 2y equal كام؟ equal 0. نودي النيجاتيف هنا بالديفيجن. يبقى then ال y equal كام؟ 0 over negative 2 which is ايه؟ which is 0. طيب يبقى لما ال x ب 2 لازم ال y تكون ب 0 علشان تحقق معايا الايه؟ الطرف ده يكوال ايه؟ الطرف ده. طيب يبقى نيجي بعد كده نوضح له. خد بالك ما تعملش الجدول وتسكت، هو طالب منك 3 ordered pairs. يبقى then the ordered pairs are مين هما؟ 0 و negative 3. مين تاني؟ 1 و negative 3 over 2. مين تاني؟ ال 2 مين؟ وال 0. طيب نيجي مسألة بعد كده 2x equal 3. طيب هل دي relation in x و y؟ بالفعل هي ريليشن في الاكس وواي. طيب فين الواي؟ الواي موجوده بس الباور بتاعها الزيرو. يعني ايه؟ يعني المنظر ده عباره عن ايه؟ المنظر ده عباره عن 2x y باور 0. الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 3. خد بالك ما ينفعش يكون 2x plus y باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3. ما تقوليش الواي موجوده كده، لان الواي لو كده هت ايكوال كام؟ هت ايكوال 1، وبالتالي اختلت معاك الايكويشن. يعني لما تلاقي فاريبل واحد اعرف ان الفاريبل الثاني اللي موجود معاه بالمالتيبليكيشن وباور 0. هتقول لي مثلا انت قلت لنا من شويه ان انا ما ينفعش يكون في عندي مالتيبليكيشن بين الاكس اند الواي. الكلام ده بالفعل ما ينفعش يكون عندك مالتيبليكيشن بين الاكس والواي كفيرست ديجري، لكن لما يكون واحد منهم ديجري 0 اتس اوكي، متاح يحصل بينهم مالتيبليكيشن عشان يطلع لك السبيشال كيس ديت. هنعرف بعد كده في الليسون الجاي ان ده سبيشال كيس. الايكويشن دي والايكويشن دي
تو سبيشال كيسز ومهمين جدا جدا، هنتكلم عنهم ان ديتيلز يعني هناخد فيهم وقت كبير جدا نتكلم فيهم بس الليسون الجاي ان شاء الله. طيب يبقى انت لما يجي لك المساله دي المساله دي فعلا لينير ايكويشن، يعني لينير ايكويشن يعني هترسم معايا ستريت لاين. بالفعل هترسم معاك ستريت لاين. احنا بس في الاكزامبل ده نشوف هنعوض ازاي. في النوعيه دي من الاكزامبلز لما اجي افرض فاليوز ما ينفعش ابدا تفرضها للاكس، لان الاكس هي الاكزيستنج فاليو، ولكن هنا هنفرضها للواي. يعني هنفرض مثلا الواي ب1 و2 وايه و3، هنقول وين واي ايكوال 1 يبقى زين 2x تايمز 1 باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3. اي حاجه باور 0 ايكوال 1، يبقى دي هتقفل معاك على ايه؟ على 2x ايكوال كام؟ ايكوال 3. نفس الشكل يبقى زين الاكس هتيكوال معاك كام؟ نودي 2 بالديفيجن هيبقى 3 اوفر كام؟ 3 اوفر 2، يبقى هنا 3 اوفر ايه؟ اوفر 2. طيب وهوين واي ايكوال 2 يبقى زين 2x تايمز 2 باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3. دي برضك تديك مين؟ تديك 1. تطلع معاك يبقى زين ال 2x ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى الاكس ايكوال 3 اوفر 2 زي اختها بالظبط. ولما تيجي تعوض بواي ايكوال 3 لازم يطلع معاك الاكس برضك بكام؟ ب 3 اوفر ايه؟ اوفر 2. يبقى في النوعيه دي من المسائل هتلاحظ ان الفاليو بتاعت الاكس ثابته لكل الفاليوز بتاعت الايه؟ بتاعت الواي، وزي ما قلنا هنتكلم عنها ان ديتيلز في ليسون 2. طيب نيجي اكزامبل 4، وده يعتبر الحاله الخاصه الثانيه بالنسبه لايه؟ للريليشن، ان تلاقي واي بس. طيب الله، طب فين الاكس؟ خد بالك الاكس موجوده ولكن معمول لها ملتبليكيشن. يعني ما تجيش تقول لي ان الاكس موجوده كده، ان دي واي بلس اكس باور 0 ايكوال نيجاتيف 2. لا كده انت غيرت الايه؟ غيرت الريليشن، لان دي كده ايكوال 1. يبقى هيبقى عندي y بلس 1 ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. ولكن الاكس موجوده فين؟ الاكس موجوده جنب الواي معمول لها ملتبليكيشن. يعني الاصل في الريليشن دي ان الواي تايمز اكس باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2. وهنا لما نيجي نعوض ونفرض فاليوز ما اقدرش افرضها ابدا للواي، لان مثلا لو قلت الواي ب1 يبقى 1 تايمز 1 ايكوال نيجاتيف 2، لا انا كده ما ينفعش، انا كده بوظت الدنيا خالص. يبقى لازم افرض الفاليوز لمين؟ للاكس. يبقى هنا هنقول x ب1 و2 اند ايه؟ اند 3. طيب تعال نشوف وين x ايكوال 1، يبقى زين الواي تايمز 1 باور 0 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 2. ده يديني كام؟ ده يديني 1. يبقى الواي هتيكوال معايا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طيب وهوين x ايكوال 2؟ يبقى زين y تايمز 2 باور 0 ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. ده يديني 1. يبقى انا عندي زين الواي هتيكوال برضه نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. وكذلك لما هنيجي نعمل سبستيوشن بال 3 يبقى يديني نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. يبقى لما تيجي تبص في الاكزامبل ده هتلاقي ان الواي بتاخد قيمه ثابته لكل الفاليوز بتاعت مين؟ بتاعت الاكس. يبقى هنا مين هم الثري اوردر دي بيرز؟ وهنا هنا الثري اوردر دي بيرز، ذا اوردر دي بيرز ار في المساله اللي فوق دي 3 اوفر 2 1، 3 اوفر 2 و2، 3 اوفر 2 و3. هنا the ordered pairs are 1 و negative 2، 2 و negative 2، 3 and a and negative 2. نيجي نشوف example 3. بيقول لي show which of the following ordered pairs satisfies the relation to x minus y equal 1، ومديني مجموعة ordered pairs. طبعا انت دلوقتي تدرك معنى كلمه ساتسفايز. معنى كلمه ساتسفايز يعني الاوردر دي بير اللي هاخد الاكس بتاعته والواي بتاعته وينجح يحقق لي الايكويشن دي هو ده اللي بيعمل ساتسفاكشن للايه؟ للريليشن. يبقى انا هعمل ايه؟ هاخدهم واحد واحد واعوض في الايكويشن. اللي يديني ال1 يبقى هو ده الايه؟ الاوردر دي بير. يبقى 4 0 1، زين 2x minus y هتيكوال معايا ايه؟ هيبقى عندي 2 times 0 minus الواي عندي بكام؟ الواي عندي هنا بيقول لي ب1.
يعني ده هيقوال معايا 0 minus 1 which is negative 1. يبقى 0 وال 1 لما جيت عملت بيهم substitution اداني negative 1 وبالتالي ما حققليش الايكويشن، يعني ده doesn't satisfy الايه الايكويشن. طيب نيجي اللي بعده 4 5 و 3، يبقى ال 2x minus ال y هتيكوال معايا كام؟ هيبقى 2 times ال 5 minus ال 3 which is 10 minus 3 اللي هتديني كام؟ هتديني 7، ما ادانيش 1، يبقى ده برضك ايه؟ doesn't satisfy a relation. طيب for 3 و 5 يبقى انا عندي هنا 2 times 3 minus ال 5 هيديني ال 6 minus ال 5 which is ايه؟ which is 1. يبقى ده حقق معايا الايه؟ الريليشن، وبالتالي then 3 و 5 satisfies the relation. طيب ناخد اللي بعده، نجرب اللي بعده لان ممكن يطلع لك اكتر من اوردر دي بيرز بيحقق لك الريليشن. يبقى 4 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 2 تايمز نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 5 هتيكوال معايا 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 بلس ال 5 بالفعل هيديك 1، يعني هيحقق معاك الريليشن. يبقى زين نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 also satisfies the relation. طيب نيجي اللي بعد كده. Example 4 بيقول لي if the ordered pair negative 2 1 satisfies the relation find the value of b. المسألة دي بتيجي في الامتحانات كتير. هو هنا بيقول لك ايه؟ الـ ordered pair ده satisfies the relation. افهم ايه من كلمة satisfy؟ افهم منها ان انا من حقي اخده احطه في الايه في ريليشن وهيحققها لي. يبقى نتصرف ازاي في مساله زي دي؟ خد الاوردر دي بيرز حطه على طول فين في ريليشن، هتلاقي نفسك بتحل ايكويشن ايه ان وان فاريبل. يبقى ات نيجاتيف 2 1 زين 3 تايمز نيجاتيف 2 شلت الاكس وحطيت مكانها نيجاتيف 2 بلس بي تايمز 1 شلت الواي وحطيت مكانها ال1، الكلام ده هيكوال كام؟ هيكوال 1. طيب 3 تايمز نيجاتيف 2 يديني نيجاتيف 6 بلس بي تايمز 1 از بي، الكلام ده يديني كام؟ الكلام ده يديني 1. بحل ايكويشن في 1 فاريبل يروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف 6، يبقى زين البي هتيكوال 1 بلس 6، يبقى زين البي ايكوال كام؟ بي ايكوال ال7. يبقى الريليشن بتاعتي 3x بلس 7y ايكوال ايه؟ ايكوال 1. النوعية دي من المسائل تعتبر مهمة، خد بالك بتتحل ازاي عشان بتيجي في الامتحانات كتير. طيب نيجي ناخد واحدة كمان. بيقول لي if k and 2k satisfies the relation 5x minus y equal 6 find the value of k. نفس اللي عملناه في الاكزامبل الاولاني هنعمله هنا. يبقى at k و2k يبقى زين ال5 لما اشيل الاكس احط مكانها مين؟ احط مكانها الفاليو اللي موجوده مكان الاكس، يبقى عندي هنا كي ماينس الواي عندي بكام؟ ب 2 كي. الكلام ده هيكوال كام؟ هيكوال 6. يبقى انا عندي هنا 5 كي ماينس 2 كي ايكوال كام؟ ايكوال 6. يبقى زين 5 كي ماينس 2 كي ب 3 كي هتيكوال ال 6، يبقى زين الكي هتيكوال ال 6 ديفايدد 3، يبقى زين الكي ايكوال كام؟ الكي ايكوال 2. طيب اللي بعديها نفس اللي فوق مديك هنا 3k و2k بيساتسفايز الريليشن دي فايند الفاليو اوف k. زي ما قلنا قبل كده كلمه ساتسفاي افهم منها ان انا من حقي اخد الاوردر دي بير ده اعمل بيه سبستيتيوشن في الريليشن. يبقى ات 3k و2k زين الاكس مكانها مين؟ مكانها 3k ماينس 3 تايمز الواي مكانها مين؟ مكانها 2k. الكلام ده بيكوال 9. يبقى 3k minus ال 6k equal 9، يبقى negative 3k equal 9، يبقى ال k هت equal معي ال 9 divided negative 3 which is negative a negative 3. تعالوا مع بعضينا نشوف ال graphic representation لل linear relation. Example 5 بيقول لي represent the relation 2x minus y equal 3.
عشان اعمل ريبريزنتيشن انا محتاج مجموعه اوردر دي بيرز اقدر ارسم بيها الريليشن دي. هنعمل ايه؟ هنحط اكس بالفاليوز دي ونشوف الواي بكام. يبقى هنا ات اكس ايكوال 0 يبقى 2 تايمز 0 ماينس واي ايكوال 3، يعني دي كده خلاص. يبقى ايه النيجاتيف واي ايكوال 3، يعني الواي ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. يبقى دي هنا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. طيب ات اكس ايكوال 1 يبقى زين 2 تايمز 1 ماينس واي ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى 2 ماينس واي ايكوال 3 ده يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى زين نيجاتيف واي هت ايكوال معايا 3 ماينس 2، يعني النيجاتيف واي هت ايكوال 1، يعني الواي هت ايكوال معايا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. البوينت الثالثه ات اكس ايكوال 2، هل ممكن اخد فاليوز ثانيه خلاف 0 و1 و2؟ ممكن اي فاليوز انت عايزها، المهم تجيب مجموعه اوردر دي بيرز بتحقق لك الايه؟ الريليشن دي. ات اكس ايكوال 2 يبقى انا عندي 2 تايمز 2 ماينس الواي ايكوال 3، يعني ال 4 ماينس واي ايكوال 3. 4 تروح هنا بالنيجاتيف يبقى الماينس واي هتيكوال معايا 3 ماينس ال 4، يعني النيجاتيف واي هتيكوال معايا نيجاتيف 1، يعني الواي هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال ال 1. طيب يبقى انا عندي 3 اوردر دي بيرز. لما اجي ارسم ازاي؟ يبقى انا عندي اول اوردر دي بير اللي هو مين؟ 0 ونيجاتيف 3، والثاني اللي هو 1 ونيجاتيف 1، والثالث 2A1. اروح ايه؟ اوقعهم عندي على الرسمه. طيب 0 ونيجاتيف 3 ده فين؟ اروح عند 0 وانزل 3 يبقى هنا كده اهو. طيب 1 ونيجاتيف 1، 1 ونيجاتيف 1 يبقى هنا كده. 2 1 يبقى هنا كده. طيب يبقى انا عملت ايه؟ 3 بوينتس. طيب لما تيجي تبص تلاقي ان ال 3 بوينتس دول لما تيجي توصلهم يديك ايه؟ يديك ستريت لاين. وهو ده الجرافيكال ريبريزنتيشن لاي لينير ريليشن لازم يطلع معاك ستريت لاين. يبقى الستريت لاين ده ماله؟ ده بيعبر عن الريليشن اللي اسمها 2x ماينس y ايكوال كام؟ ايكوال 3. طيب هل انا كان ينفع ارسم الستريت لاين ده ب 2 بوينتس بس؟ اه ينفع. يعني انت لو خدت الاكس ب 0 هيطلع معاك نيجاتيف 3، ولو خدت ب 1 هيطلع معاك نيجاتيف 1، وال 2 بوينتس دول لو جيت وصلتهم هيديك نفس الستريت لاين. طب ليه بنحب ناخد 3 نقط؟ النقطة الثالثة دي بتكشف لك لو انت غلطان في واحدة من الاثنين دول، المفروض النقطة الثالثة دي مش هترسم معاك الستريت. يعني افرض انت جبت النقطة دي صح وجيت عملت هنا تجيب النقطة دي، غلطت طلعت لك مثلا هنا ورحت راسم اللاين كده، خلاص المسألة باظت منك مش هتعرف تتأكد. لكن انا بجيب ثلاث نقط ليه؟ عشان الثلاث نقط دول لما تلاقيهم فعلا على نفس الستريت لاين يبقى انت الحل بتاعك ايه؟ الحل بتاعك مظبوط، اكنك بتعمل سيلف تشيك على نفسك بالبوينت الثالث. طيب السبيشال كيسز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم، هنيجي نشوف لو عندي y equal 2 ارسمها ازاي. ال y equal 2 لما اجي ارسمها بتديني ستريت لاين بارلل للx اكسس، تعمل لك ايه؟ ستريت لاين كده. طيب ايه مواصفات الستريت لاين ده؟ لما تيجي تبص تلاحظ الاتي، الاوردر دي بير ده اسمه ايه؟ الاوردر دي بير ده اسمه 2 2. طيب وده اسمه ايه؟ ده 1 و2. طب وده اللي هو -02. طيب ده كام؟ ده كده عباره عن -1 و2. طب وده -2 2. تلاحظ ايه على الستريت لاين ده؟ تلاحظ ان كل الاوردر دي بيرز بتوعه الواي كووردينيت ايكوال كام؟ ايكوال 2، وبالتالي سميناه واي ايكوال 2. يبقى لما تشوف اي حاجه بالصوره دي واي ايكوال حاجه، ده عباره عن ستريت لاين بارلل للايه؟ للاكس. واي ايكوال يبقى بارلل للاكس. طب بارلل للاكس عند مين؟ يعمل انترسكشن مع الواي في البوينت اللي هو ايه؟ اللي هو مديها لك. اوكي؟ طيب الحاله الثانيه لما يقول لي اكس ايكوال نيجاتيف 3، ده بيديني ايه؟ ده بيديني ستريت لاين بارلل للواي. يعني لما اقول لك فاريبل ايكوال حاجه، اللاين اللي يطلع بيطلع بارلل للاكس الثاني. يعني اكس ايكوال يبقى اللاين بارلل للواي، هنا كان واي ايكوال يبقى اللاين بارلل لمين؟ للاكس. طيب اكس ايكوال نيجاتيف 3،
هيديني ستريت لاين بارلل لمين؟ للواي، وبيعمل انترسكشن للاكس اكسس عند مين؟ عند النيجاتيف 3. طب تعالى بص اللاين ده الاوردر ديفيرز بتاعته شكلها عامل ازاي. طيب ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ ده نيجاتيف 3 و2. طيب وده نيجاتيف 3 و1. طب ده نيجاتيف 3 و0. طب ده نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. تلاحظ ايه على الستريت لاين ده؟ تلاحظ ان كل الاكس كوردينيت للاوردر ديفيرز بتوعه ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 3، وبالتالي سميناه اكس ايكوال نيجاتيف 3. طيب يبقى خلصت الحته دي. يوم ما تلاقي ستريت لاين اسمه واي ايكوال، اعرف ان هو بارلل للاكس وبيحصل له انترسكشن عند النقطه اللي هو بيقول لك واي ايكوال ايه؟ ايكوال ايه؟ قال لك اكس ايكوال، ده بيرسم ستريت لاين بارلل لليمين للواي، وبيحصل له انترسكشن مع الاكس اكسس عند البوينت اللي هو ايه؟ مديها لك. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايزز. اكسرسايز 1 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج اوردرد بيرز which satisfy the relation y equal 3x minus 1. احنا عرفنا في الليسون معنى كلمة satisfy. كلمة satisfy معناها ان انت من حقك تاخد الاوردر دي بير وتحطه فين؟ وتحطه في الريليشن. طيب الاوردر دي بير هنا مديك فيه ايه؟ مديك فيه just one coordinate اللي هو الاكس. كل اللي هتعمله ان انت هتاخد الاكس دي تحطها في الريليشن تديك الفاليو بتاعت الايه؟ بتاعت الواي. يبقى when x equal 5 الواي عندي هت equal 3 times 5 minus الـ a minus الـ 1. ودايما لما نيجي نعمل اي عملية substitution تشيل الـ variable وتحط الـ a وتحط الـ value بتاعته between brackets. يبقى دي هتديك 3 times equal 15، يبقى 15 minus 1 which is a which is 14. يبقى لما الـ x 5 الواي تبقى بكام؟ بـ 14. طيب when x equal 2 يبقى y هت equal معايا 3 times 2 minus 1 which is 6 minus 1 which is a which is ال 5. يبقى 2 5 برضو بيساتسفاي الريليشن. طيب لما احط الاكس x بزيرو الواي عندي هت equal 3 times 0 minus 1 which is 0 minus 1 اللي هي هتبقى negative 1. يبقى هنا negative 1. طيب لما احط الاكس x بنيجاتيف 3 يبقى الواي هت ايكوال معايا 3 تايمز نيجاتيف 3 ماينس ال1 اللي هي هتديني 3 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 9 ماينس 1 which is نيجاتيف 10. يبقى هنا نيجاتيف 10. اكسرسايز 2 بيقول لي شو which of the following ordered pairs satisfies the relation. في الاكسرسايز ده هو عايز يعرف انهي ordered pair من دول اللي هيحقق مين الريليشن دي. كل اللي هنعمله هناخد الاكس نحطها مكان الاكس والواي مكان الواي. لو فعلا الاوردر دي بير بيساتسفايز الريليشن دي يبقى لازم يحققها. طيب تعالى نشوف هنا بالنسبه ل1 و1 و2. لما اجي اشيل الواي احط مكانها مين؟ احط مكانها ال2 عشان هي الواي كوردينيت. يبقى انا عندي ال2 ماينس ال4 تايمز 1 لان الاكس عندي ب1 ده هيكوال 7. يبقى انا عندي هنا 2 ماينس ال4 ايكوال 7 يعني نيجاتيف 2 ايكوال 7، وطبعا ده مش مظبوط وبالتالي ده ما بيحققش معايا مين الريليشن، لان عشان يحقق الريليشن لازم الايكويشن تيجي معاك مظبوطه. طيب بالنسبه ل 3 ونيجاتيف 5 الواي عندي بكام؟ بنيجاتيف 5. يبقى نيجاتيف 5 ماينس ال 4 تايمز ال 3 بتيكوال ال 7. تعال نشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. يعني نيجاتيف 5 ماينس ال 12 ايكوال ال 7 يعني نيجاتيف 17 ايكوال 7، وطبعا ده اتس نوت كوريكت. يعني الاوردر دي بير ده ما بيحققش الريليشن دي. طيب تعال نشوف الايه الاوردر دي بير نيجاتيف 1 و 3 الواي عندي بكام؟ الواي ب 3. يبقى 3 ماينس 4 تايمز نيجاتيف 1 هل بي ايكوال 7؟ تعال نشوف. يبقى انا عندي هنا 3 بلس نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 1 از 4 ايكوال 7. يعني 7 ايكوال 7، وبالتالي الاوردر دي بير ده بيحقق فعلا الريليشن وبيظبطها معايا. يبقى الاوردر دي بير اللي بيساتسفايز الريليشن دي از ايه؟ از نيجاتيف 1 اند 3.
exercise 3 بيقول لي find the four ordered pairs satisfying each of the following relations. المساله جايه لي بالمنظر دوت. في المسائل اللي زي دي هو بيقول لك هات لي four ordered pairs، اقترح four ordered pairs يشتغلوا معاك على الايه، على الريليشن دي. في المسائل دي هتعمل ايه؟ تجهز تيبل زي ده كده، تحط فيه اكس وواي، وتبتدي تقترح values للاكس وتشوف الكورسبوندنج values لمين، للواي. في المسائل اللي زي دي لازم الفاريبل اللي انا عايزه احطه في الليفت هاند سايد قبل ما اعمل السبستيتيوشن. يعني هنا هودي ال 2x الناحيه الثانيه بنيجاتيف 2x، يبقى نيجاتيف y equal 5 minus الايه، ال 2x. اعمل اف النيجاتيف امالتبلاي كله باي نيجاتيف 1، يعني الواي هت ايكوال نيجاتيف ال 5 minus ال 2x، يعني الواي هت ايكوال معانا نيجاتيف 5 بلس ال 2x. مفيش مانع ان انا احط 2x مكان النيجاتيف 5 علشان يبقى ايه شكلها، الشكل المعتاد بتاعها، يعني الواي هت ايكوال ال 2x minus الايه، minus ال 5. وابتدي اشتغل على الايه، الايكويشن بالمنظر ده، واقول at x equal 0، at x equal 0 الواي عندي هت ايكوال ايه، 2 تايمز ال 0 minus ال 5 which is 0 minus ال 5 اللي هي نيجاتيف الايه، نيجاتيف ال 5. يبقى عندي ال 0 الواي بنيجاتيف ايه، نيجاتيف 5. ممكن احط اي فاليوز خلاف 0 1 2 3، بس انا بحب احط الفاليوز دي عشان بتديك قيم بسيطه وسهله معاك في السبستيوشن. ما تحاولش تحط نيجاتيف الا لو هو قال لك، عشان النيجاتيف في السبستيوشن ممكن الايه، ممكن النيجاتيف ساين تعمل لك ايه، تلخبطك او تغلط فيها. طيب at x equal 1 ال y هت ايكوال مع 2 تايمز 1 ماينس ال 5 which is 2 ماينس ال 5 اللي هي ايه، اللي هي نيجاتيف 3. يبقى ال 1 مع نيجاتيف 3. طيب at x equal 2 ال y عندي هت ايكوال معايا 2 تايمز 2 ماينس ال 5 which is 4 ماينس ال 5 اللي هي نيجاتيف 1. يبقى عندي 2 مع نيجاتيف 1. و at x equal 3 ال y عندي هت ايكوال 2 times 3 minus ال 5 which is 6 minus ال 5 اللي هتديني ايه؟ هتديني 1. يبقى ال 3 معاها الايه؟ معاها ال 1. يبقى انا كده جبت ال 4 ordered pairs اللي هو عايزهم. اكتبهم له بقى ان هو طالب معايا 4 ordered pairs، مش هقول له دور عليهم في التيبل، يبقى نكتبهم له كده. يبقى the ordered pairs are مين هم اللي طلعتهم؟ طلعنا ال 0 مع ال نيجاتيف 5، طلعنا ال 1 ومع ال نيجاتيف 3، طلعنا ال 2 ومع ال نيجاتيف 1، طلعنا ال 3 ومع مين؟ ومعاه ال 1. نيجي المسألة اللي بعد كده. هنا الريليشن جاية لك جاهزة، جاي لي ال y في طرف لوحدها جاهزة، وبالتالي ممكن على طول أخش إيه؟ اعوض بالفاليوز اللي انا اقترحتها ان انا اشتغل عليها. الافضل نعملها في تيبل كده ظريف عشان يبقى ايه شكلها كويس. يبقى at x equal 0 يبقى ال y عندي هت equal 1 over 2 times ال 0 plus ال 5 اللي هي 0 plus ال 5 which is ايه، which is ال 5. طيب at x equal 1 ال y عندي هت equal كام؟ هت equal 1 over 2 times ال 1 plus ال 5 اللي هي عندي 1 over 2 plus 5 which is 5.5. يبقى عندي هنا 5.5. ممكن اكتبها ديسمال؟ اه ممكن اكتب ديسمال، مفيش مشكله خالص. طيب at x equal 2 يبقى انا عندي ال y عندي هت equal 1 over 2 times ال 2 الكلام ده بلس مين؟ بلس ال 5. دي هتروح مع دي هنا هيديني 1 اللي هي هت equal معايا 1 plus 5 which is ال ايه، which is ال 6. يبقى هنا 6. طيب at x equal 3 يبقى انا عندي ال y هت equal معايا 1 over 2 times ال 3 plus ال 5 اللي هي هت equal 1.5 plus ال 5 which is ال 6.5. لو مش عايز الديسمال ده يطلع معاك، انا شايف هنا 2، ممكن اختار values لل x divisible by 2 عشان ايه تطير مع بعض، بحيث ان ما يدكش الايه الديسمال ديت. المسألة اللي بعد كده y equal 2. أنا بعتبر exercise 3 و exercise 4 من الاكسرسايزز اللي بتقيس فهمك للليسون. لو قدرت تفهم الإيكويجن دي وتدركها كويس، هي والإيكويجن دي، ده مؤشر إن أنت فهمت الليسون كويس. إيه بقى حكاية ال y equal 2؟ إحنا شرحناها في الليسون،
لما اقول لك y equal to يا اما تقول لي ده straight line parallel لمين؟ للفاريبل التاني. مين اللي هو الفاريبل التاني؟ هو x، وبيحصل له intersection مع ال y عند البوينت اللي اسمها 2. يعني بالايه هيبقى كده horizontal كده parallel لل x، وبيحصل له intersection مع ال y axis في البوينت اللي هي 2. او ممكن تفهمها لنفسك بطريقة تانية، تقول ايه؟ تقول والله y equal to ده straight line perpendicular على مين؟ على ال y، فانهي بوينت؟ عند البوينت اللي اسمها 2. هقولها تاني. يبقى الطريقتين اللي انت هتحاول تفهم بيهم الحتة دي الاتي. بقول لك y equal to، تقول لي straight line perpendicular على ال y axis at البوينت اللي اسمها 2، او straight line parallel لل x axis وبيحصل له intersection مع ال y في البوينت اللي اسمها 2. شوف الطريقة اللي انت اسهل لك في الفهم وتثبتها وانت ماشي فين في الليسون ده. الليسون ده مستمر معاك في بريب 3 ومستمر معاك في السنين القادمة في الثانوية العامة ان شاء الله. طيب ايه مواصفات اللاين اللي هو y equal to؟ احنا كنا شرحنا وقلنا المواصفات بتاعته، ان كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الواي كوردينيتس بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها 2. يعني لما يكون عندي الاكس بزيرو الواي ايكوال كام؟ الواي ايكوال 2. ولما يكون الاكس ب1 الواي اولسو 2. ولما يكون الاكس ب2 الواي بردك ب2. وكذلك عندي ال3 الواي بايه؟ ب2. يبقى اللي بيميز الستريت لاين ده كل الاوردر دي بيرز اللي عليه واي ايكوال 2. يبقى ذا اوردر دي بيرز ار زيرو تو وان وتو تو تو وايه وثري وتو. طبعا ما بتتحلش، ملهاش سوليوشن، هي بتيجي من الفهم. يا اما بقى انت هتضطر تظهر الاكس از باور زيرو وتبتدي تعمل فيها سبستيتيوشن، ودي انا كنت شارحها لك للفهم بس. طيب نيجي اللي بعديها، 2x equal 5. يعني الاكس equal كام؟ الاكس equal 5 over 2 اللي هي 2.5. ده معنى ايه؟ لما اقول لك x equal حاجة، ده ايه ده؟ ده straight line. ده straight line ماله؟ perpendicular على الx at البوينت اللي اسمها 5 over 2 اللي هي 2.5، او parallel للy وبيحصل له intersection مع الx عند البوينت دي. طيب ايه مواصفاته؟ مواصفاته ان كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الx coordinate بتاعها equal 5 over 2. يعني for all values of y لازم تلاقي الx coordinate بي equal 5 over a 5 over 2. يبقى the order the pairs are mean 5 over 2 اللي هي 2.5. يبقى 2.5 و 0 و 2.5 و 1 وال 2.5 و 2 وال 2.5 و a و 3. انا الليسون ده انا بعتبر اهم جزئيه فيه الجزئيه دي. Exercise 4 بيقول لي using the linear relations complete the following tables. وعرفنا يعني ايه كلمة linear relation. دي relation لما تيجي تعمل لها representation graphically تديك straight line، تلاقي فيها دايما x و y as a variables with first degree powers. طيب انا عندي هنا 4x minus y equal negative 1، مديني مجموعة values لل x وبيقول لي هات لي corresponding لل y. في المسائل اللي زي دي ما تحاولش تعمل substitution على طول بالx، لانك في كل مره هتلاقي نفسك بتودي الفاليوز بتاعت الاكس الناحيه الثانيه والمساله هتطول معاك. فلما تحب تجيب فاريبل في لينير ريليشن اعزله الاول في الليفت هاند سايد. انا هنا هشتغل على مين؟ انا محتاج اجيب الواي، يبقى اجيب الواي في طرف لوحدها الاول. يبقى انا عندي ال 4x تروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف 4x، يبقى نيجاتيف واي هتيكوال معايا نيجاتيف 1 ماينس ال 4a ال 4x. يا اما ديفايد اوفر ماينس 1، يا اما اعمل مالتيبليكيشن للايكويشن كلها باي نيجاتيف 1. يبقى هملتبلاي نيجاتيف 1 للبوث سايدز، يبقى الواي عندي هتيكوال نيجاتيف تايمز نيجاتيف 1 ماينس ال 4x اللي هتيكوال معايا 1 بلس الايه ال 4x. ممكن نجيب ال 4x مكان ال 1 عشان يبقى الشكل المعتاد بتاعها. يبقى الواي هتيكوال معايا ال 4x بلس مين؟ بلس ال 1. كده اصبحت جاهزه معايا ان انا اشتغل بالسبستيتيوشن. يبقى at x equal 0 الواي عندي هت equal 4 times 0 plus 1 which is 0 plus 1 اللي هي 1.
ولما at x equal 1 ال y هت equal 4 times 1 plus 1 which is 4 plus 1 اللي هي 5 و at x equal 2 ال y عندي هت equal 4 times 2 plus 1 اللي هي عندي 8 plus 1 اللي هي 9 و at x equal 3 الواي عندي هت equal 4 times 3 plus 1 اللي هي 12 plus 1 اللي هي 13. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي y equal 5x plus 15 ومقترح عليا some values of x وبيقول لي هات لي corresponding للواي. لما تيجي تبص تلاقي الواي موجودة في الليفت هاند سايد يبقى هي جاهزة على طول للسبستيوشن. يبقى at x equal negative 4 الواي عندي هت equal 5 times negative 4 plus 15 اللي هت equal negative 20 plus 15 which is negative 5 و at x equal negative 3 الواي عندي هت equal 5 times negative 3 plus 15 اللي هي negative 15 plus 15 which is 0 و at x equal negative 2 الواي عندي هت equal 5 times negative 2 plus 15 which is negative 10 plus 15 اللي هيديني 5. نيجي نشوف اللي بعد كده بيقول لي a minus b equal 4. طيب فين الاكس والواي؟ مفيش مشكله ممكن يديني اي تو variables يعني ممكن. طب a minus b دي ترسم معايا مين؟ ترسم معاك straight line برضو. طيب هو هنا مديك فاريبل مره هنا A ومره B يعني مفيش حاجه محدده اوديها في الليفت هاند سايد. يبقى احط الفاليوز اللي هو مدهاني واشوف الثاني هيكوال ايه على طول. يبقى at A equal 1 at A equal 1 يبقى 1 minus ال B equal كام؟ equal ال 4. ال 1 نيجي هنا بنيجاتيف 1 يعني نيجاتيف B equal ال 4 minus ال 1 يعني نيجاتيف B equal معايا 3 يعني ال B هي ايكوال معايا نيجاتيف 3. طيب اد بي ايكوال 0 يبقى انا عندي a ماينس ال 0 ايكوال 4 يعني ال a هت ايكوال معايا ال 4 واد بي ايكوال نيجاتيف 1 يبقى انا عندي ال a ماينس نيجاتيف 1 هت ايكوال معايا ال 4 يعني ال a بلس ال 1 ايكوال 4 ده يجي هنا بالنيجاتيف 1 يبقى ال a هت ايكوال ال 4 ماينس ال 1 which is ال 3. نيجي اللي بعد كده نفس الكلام الريليشن عندي between a and b يبقى at a ايكوال 2 يبقى انا عندي 2 ماينس 3 b ايكوال 5. ال 2 تيجي هنا بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 3 b بتيكوال معايا 5 ماينس ال 2 يعني نيجاتيف 3 بي ايكوال 3. هنديفايد نيجاتيف 3 يبقى زين البي ايكوال 3 ديفايدد نيجاتيف 3 ويتش از النيجاتيف 1 يبقى عند ال 2 البي بنيجاتيف 1. طيب اد بي ايكوال 0 هيبقى اي ماينس 3 تايمز ال 0 ايكوال 5 يعني الاي ماينس ال 0 ايكوال 5 يبقى الاي ايكوال 5. طيب at a equal negative 1 يبقى انا عندي negative 1 minus 3 b equal ال 5. طيب ال negative 1 يروح يعمل positive 1 يبقى negative 3 b equal 5 plus ال 1 يعني negative 3 b equal 6. هندفايد negative 3 يبقى ال b هي equal معايا 6 divided negative 3 which is negative 2. Exercise 5 بيقول لي if y minus 2x equal 1 find ال y at x equal 3. دي substitution عادي خالص. يبقى هشيل ال x واحط مكانها 3 يعني ال y minus 2 times 3 equal 1 يعني ال y minus 6 equal 1. ال negative 6 تروح هنا بال positive 6 يبقى ال y هت equal ال 1 plus 6 يبقى ال y هت equal 7. هنا عايز ال y at x equal negative 5 يبقى ال y minus 2 times negative 5 بشيل x واحط القيمة اللي هو مديهاني بت equal 1 يعني ال y
minus times the negative is positive يبقى plus 10 equal 1 يتيجي هنا بال negative 10 يبقى ال y بي equal 1 minus 10 which is negative 9. طيب هنا عايز ال x at y equal 1 هنا هشيل ال y وحط مكانها ال 1 يبقى 1 minus 2x equal 1 ال 1 يجي هنا بال negative 1 يبقى انا عندي negative 2x equal 1 minus 1 يعني negative 2x equal 0 يعني ال x equal 0 divided negative 2 which is 0. طيب هنا عايز ال x at y equal negative 1 يبقى negative 1 minus 2x equal 1 negative 1 يجي هنا بال positive 1 negative 2x equal 1 plus 1 يبقى negative 2x equal 2 يبقى ال x equal 2 divided negative 2 which is negative a negative 1. نيجي اللي بعد كده exercise 6 بيقول لي if 3 و 6 satisfies the relation ديت finds the value of k. المسائل دي تيجي في الامتحانات كتير بقى يعني المسائل دي بيديك unknown between the two variables وميديك ال two ordered pairs فانت اول ما تعوض هنا هتبقى equation in one a in one variable اللي هو ال k وتسولف for ال k يعني كل الافكار بتاعت المسائل اللي جايه دي انت بتاخد الاوردر دي بير تحطه في الايكويشن وتطلع الفاريبل اللي هو عايزه. لما نيجي نحل بنكتب في الاول ان سينس ان ال3 وال6 بتساتسفايز الريليشن يبقى انا من حقي اعمل سبستيتيوشن بيهم في الريليشن يبقى زين نشيل الواي ونحط الفاليو بتاعتها اللي هي ال6 هتيكوال الكي ونشيل الاكس ونحط الفاليو اللي هي ال3 يبقى زين ال6 هت equal 3k يعني الk هت equal ال6 divided 3 which is a which is 2. طيب نيجي هنا نفس الكلام هنقول since ان ال3 وال1 بي satisfies the relation يبقى زين الy حط مكانها ال1 minus 3 times ال3 equal ال a يعني ال1 minus 9 equal ال a يعني ال a هت equal مع 1 minus 9 اللي هي negative 8. المسألة اللي بعد كده find ال value of b ومديني دوت بي satisfies the relation نفس الكلام هنقول since negative 3 و 2 satisfies the relation So we can substitute with this ordered pairs inside the relation. يبقى انا عندي ال3 times ال negative 3 plus ال b times ال y اللي هي ب 2 بت equal 1. يبقى عندي negative 9 plus 2b equal 1 ده يجي هنا بال positive 9. يبقى ال 2b هت equal معايا 1 plus ال 9 يبقى ال 2b equal 10. يعني ال b هي equal معايا 10 divided 2 which is ال a which is ال 5. المسألة اللي بعد كده هو ال variable هنا موجود في ال ordered pairs مش مشكلة هاخد احطه هنا هيظهر لي برضك هنا ايه في ال equation. يبقى since ان ال 3 وال a بي satisfies the relation يبقى then ال a لل a عشان هي مكان ال y minus 2 times 3 هت equal معايا كام ال 4 يعني ال a minus 6 equal 4 دي هنا تروح بال positive 6 يبقى ال a هت equal 4 plus 6 يبقى ال a هت equal معايا كام هت equal معايا 10. exercise 10 بيقول لي find the value of k ومديني ordered pairs بي satisfy a relation يبقى since ان ال ordered pairs ده بي satisfies the relation يبقى انا ممكن اعمل substitution ب فين في الريليشن هشيل الاكس واحط الكي هشيل الواي واحط 2k هت equal ال 15 يبقى زين ال 3k equal 15 اودي 3 هنا بالديفيجن يبقى الكي هت equal ال 15 divided 3 which is a which is 5. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي find the relation that is represented by the line in each figure below. طيب زي ما انت شايف عندك line اهو هو بيقول لك الريليشن بتاعت اللاين ده ايه. لما نيجي نبص على الستريت لاين ده الستريت لاين ده بيربنديكولار على مين؟ بيربنديكولار على الاكس يبقى على طول اسمه
اكس ايه؟ اكس ايكوال. طب هو بيربنديكولار حصل له انترسكشن مع الاكس في مين؟ في البوينت اللي اسمها 3، يبقى اكس ايكوال 3. طب نيجي نشوف هنا الستريت لاين ده بيربنديكولار على مين؟ بيربنديكولار على الواي مش على الاكس. طالما بيربنديكولار على الواي يبقى اسمه واي ايكوال. طب هو بيربنديكولار على الواي فين؟ في البوينت اللي اسمها 0، يبقى واي ايكوال 0. هيجي لك سؤال بعد كده يقول لك ان الاكس اكسس ده ليه اسم اللي هو واي ايكوال 0. طب الواي اكسس ده اسمه ايه؟ لما تيجي تبص على الواي اكسس ليه ستريت لاين بيربنديكولار على الاكس عند مين؟ عند الاكس ايكوال 0. يبقى الواي اكسس برضه هتلاقي اسمه اكس ايكوال ايه؟ اكس ايكوال 0. طب نيجي نشوف بعد كده بيقول لي represent graphically each of the following relations. مديني ريليشن وبيقول لي ايه؟ اعمل لي ليها ريبريزنتيشن. لازم تقترح values. هنا لازم افرض values للاكس واشوف الكورسبوندنج values لمين؟ للواي. احنا هنا اقترحنا 0 و 1 و 2 عشان دول اسهل values فين؟ في السبستيوشن. يبقى at x equal 0 يبقى انا عندي ال 0 بلس الواي equal 2، يعني الواي هت equal معايا 2. يبقى ده اول اوردر دي بيرز اقدر استخدمه فين؟ في الرسم. طيب وات اكس ايكوال 1 يبقى انا عندي هنا ال1 بلس الواي ايكوال 2. ال1 يروح هنا بنيجاتيف 1، يعني الواي ايكوال 2 ماينس 1 ويتش از ال1، يبقى 1 و1. طيب ات اكس ايكوال 2 يبقى انا عندي ال2 بلس الواي ايكوال 2، يعني الواي ايكوال ال2 ماينس 2 ويتش از ايه؟ which is 0. يبقى انا عندي 3 ordered pairs 0 و 2 اللي هي دي، اروح عند ال 0 واطلع 2، 1 و 1، 2 و 0. وزي ما اتفقنا قلنا هناخد 3 points عشان دول بيخلوني اعمل سيلف تشيك على نفسي. البوينت الثالثه دي بتخليني اتاكد انا شغال صح ولا لا. ونرسم بعد كده الستريت لاين. وبعد ما ارسم الستريت لاين اكتب الايه؟ اسم الريليشن عليه. يعني يجي هنا كده ونعمل كده نقول ان ده ايه؟ ده اكس بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 2. بروبلم 4، عندي هعمل سبستيتيوشن بالفاليوز دي مكان الاكس واشوف الواي بكام. يبقى انا كده طلعت مجموعه الاوردر دي بيرز اللي هقدر ارسم ايه؟ هرسم منها الستريت لاين. اودي ده الناحيه الثانيه ببوزيتيف 3x عشان لما اجي اعمل سبستيتيوشن تبقى هي مره واحده الواي ايكوال كام على طول. يبقى انا عندي هنا الواي ايكوال 1 بلس ايه؟ بلس 3x. يبقى ات اكس ايكوال 0 يبقى انا عندي الواي هت ايكوال 1 بلس 3 تايمز ال 0 ويتش از 1 بلس 0 اللي هي ايه؟ اللي هي 1. يبقى ال 0 معاها ايه؟ معاها ال 1. وات اكس ايكوال 1 يبقى انا عندي هنا الواي هت ايكوال معايا 1 بلس 3 تايمز 1 ويتش از 1 بلس 3 اللي هي هتديني ال 4. يبقى انا عندي ال 1 معاها 4. وعندي at x equal 2 ال y عندي هت equal 1 plus 3 times 2 which is 1 plus 6 اللي هيديني ايه؟ اللي هيديني 7. يبقى انا مجموعة ال ordered pairs اللي هرسم بيها ال straight line 0 و 1 و 4 2 و 7 هنا 5 هنا تقريبا 6 هنا تقريبا 7. طيب انت شايف ان هم تقريبا التلاتة ايه؟ على نفس الستريت لاين. يبقى ممكن ارسم بالايه؟ بالتو بوينتس دول. وبعد كده اكتب اسم الستريت لاين على الايه؟ على اللاين ده. يبقى اللاين ده عبارة عن y minus 3x equal كام؟ equal 1. نيجي اللي بعديها بروبلم 7 بيقول لي 2x equal 5. يبقى الـ x equal كام؟ يبقى الـ x equal 5 divided ايه؟ divided 2. وكنا تعرفنا وقلنا ان الـ straight line ده مهم جدا تعرف ازاي توصفه. هو بيقول لك x equal حاجة يبقى على طول ده perpendicular على الـ x عند الـ point دي 5 over 2 اللي هي 2 point ايه؟ 2 point 5. وده عبارة عن straight line كل الـ order دي بيرز اللي عليه الـ x coordinate equal 2 point ايه؟ 2 point 5. يعني لما الـ الواي ب 0 هيبقى ب 2.5 يبقى كانها 2.5 و 0. طب لما يكون الواي ب 1 برضك هو ب 2.5، لما يكون الواي ب 2 برضه 2. ايه 2.5 يبقى عند 2.5
وارسم بيربنديكولار على الاكس، او هقول ان هو ستريت لاين بارل للواي وبينترسكت الاكس عن 2.5. يعني تبقى مثلا دي كده ودي ايه ودي كده، ادي الزيرو وادي عند ال1 2.5 و2.5 و2. ونكتب عليه كده x equal 2.5. طيب اللي بعديها y plus 1 equal 0، هنودي ال 1 هنا بالنيجاتيف 1، يعني ال y equal negative a negative 1. يبقى ده straight line perpendicular على ال y axis عند ال a عند النيجاتيف 1، او parallel لل x وبينترسكت ال y عند النيجاتيف 1. يبقى اجي عند النيجاتيف 1 كده واعمل ايه straight line كده. طيب يبقى هو كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الواي كوردينيت بتاعها بنيجاتيف 1، يبقى هنا 0 ونيجاتيف 1، 1 ونيجاتيف 1، 2 ونيجاتيف 1. يبقى 0 ونيجاتيف 1، 1 ونيجاتيف 1، و2 ونيجاتيف ايه 1. نرسمها. ونكتب عليها كده واي ايكوال ايه نيجاتيف 1. Exercise 13 بيقول لي graph the relation 2x plus 3y equals 6. If the straight line representing this relation intersects the x-axis at the point A and the y-axis at the point B. وبعد كده بيقول لي find the area of a triangle OAB where O is the origin point. المسألة دي أولا مشهورة جدا وبتيجي في امتحانات كتير. ما تيجي تبص تحس إن مفيش أي معلومات عندك في المسألة. لكن في معلومتين موجودين بطريقه مخفيه شويه، اللي هي ايه؟ بيقول لك ان اللاين ده بينترسكت الاكس اكسس ات اي. طيب هو طالما انترسكت الاكس اكسس يبقى البوينت اي دي هتيكوال ايه؟ البوينت اي احنا قلنا بينترسكت الاكس اكسس. الاكس اكسس ده ايه مواصفاته؟ الاكس اكسس ده ستريت لاين اسمه واي ايكوال 0، يعني كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الواي كوردينيت بتاعتها بزيرو. يعني ال1 1 و0 2 و0 3 و0. يبقى البوينت اللي هيقطع فيها الستريت لاين ده الاكس اكسس لازم تكون حاجه و0. ادي اول حاجه عرفناها. طيب البوينت بي بتيكوال ايه؟ البوينت بي بيقول لك ان هي بتنترسكت الواي اكسس. والواي اكسس ده احنا قلنا اسمه اكس ايكوال 0، يعني كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الاكس كوردينيت بتاعها ب0، وبالتالي البوينت بي لازم هتكون 0 ايه؟ 0 حاجه. يبقى انا عن طريق تفسيري للستيتمنت دي قدرت اعرف ان البوينت اي دي الكوردينيت بتاعها الواي كوردينيت بتاعها بزيرو، وان البوينت بي الاكس كوردينيت بتاعها بزيرو. لو ما قدرتش تعرف الجزئيه دي المساله دي مش هتتحل. يعني انت المساله دي لازم تكون عارف المعلومه دي. طيب اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الاي اعرفها تعريف كامل. يبقى انا ممكن اخد الواي كوردينيت احطه فين؟ احطه مكان الواي. يبقى ات البوينت اي at a هيبقى 2x plus plus مين plus 3 times 0 equal كام equal 6. يبقى ال 2x plus 0 equal 6، يعني ال 2x equal 6. يبقى x equal 6 divided 2 which is a which is 3. يبقى then ال a دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 و 0. يبقى انا كده جبت اول بوينت عندي وعرفتها تعريف كامل. يبقى دي البوينت ايه؟ البوينت دي 3 و 0. طيب at b عند ال b ايه اللي هيحصل؟ عند ال b المفروض ال x ب 0، يبقى 2 times 0 plus 3y equal 6، يعني 0 plus 3y equal 6. ده معناه ان ال y هت equal ال 6 divided 3، يعني ال y عندي هي equal كام؟ يعني ال y هت equal 2. يبقى زين البوينت بي عندي هت ايكوال ايه؟ يبقى زين البوينت بي عندي هت ايكوال معايا 0 كام؟ 0 2. يبقى البي عباره عن 0 2. طيب انا المساله بتاعتي طالب فيها ايه؟ بيقول لك عايز الاريا اوف التريانجل او اي بي. ادي او وادي اي وادي بي. نرسم التريانجل اهو نوضحه. طيب التريانجل ده انا عارف ان الاريا بتاعت التريانجل بتيكوال ايه؟ الاريا of triangle OAB بتيكوال هاف البيز تايمز الايه؟ تايمز الهايت.
طيب انا عندي، هل عندي هايت؟ اه انا عندي دي كده رايت انجل، وبالتالي ممكن اعتبر ده بيز وده هايت او العكس، يبقى هت ايكوال معايا 1 اوفر 2 تايمز. البيز عندي بكام؟ البيز عندي ب 3، والهايت عندي بكام؟ الهايت عندي ب 2، يبقى هنا ال 2 هتتكنسل مع ال 2 هيبقى يديني 3 سكوير يونت اريا. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي if the straight line which represents relation 2x minus y equal a intersect the x axis at the point 3 وb find a and b. اولا هو بيقول لك intersect the x axis at 3 وb، ده معناه على طول ان ال b equal 0، يبقى since the straight line intersects ال x axis at point 3 و b، يبقى زين b على طول هت equal كام؟ هت equal 0. اتفقنا مع بعضينا ان ال x axis ده straight line اسمه y equal 0، يعني كل ال coordinates بتاعت ال ordered pairs اللي عليه اللي هي ال y بت equal 0. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت ال b. طيب انا عايز اجيب الايه؟ طب ما انا اعمل سبستيتيوشن بال 3 و 0 ما فين؟ في الايكويشن دي، يبقى ات 3 و 0 زين هيبقى 2 تايمز 3 ماينس ال 0 هتيكوال كام؟ هتيكوال الايه؟ يبقى ال 6 ماينس 0 هتيكوال الايه؟ يبقى زين الايه هتيكوال كام؟ هتيكوال 6. يبقى انا جبت الايه وجبت الايه وجبت البي. يبقى الجزئية بتاعت ان انت تبقى عارف معنى كلمة intersect ال x axis و intersect ال y axis مهمة جدا. طيب نيجي exercise 15 اللي choose the correct answer from those given. مديني order the pair satisfies the relation، بيقول لك find c، يبقى اخد ده احطه في relation على طول. يبقى عندي هنا 3 times 2 minus ال y عندي ب negative 5 plus ال c equal 0، يبقى زين ال 6 بلس ال 5 بلس ال سي ايكوال 0، يبقى 11 بلس ال سي ايكوال 0، يبقى السي هت ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 11. بروبلم 2 which of the following ordered pairs satisfies the relation. هاخد كل ordered pair من دول احطه في الريليشن واشوف مين اللي هيحققها لي. انا عندي هنا نيجاتيف 1 و 3، يبقى انا عندي هنا 2 تايمز نيجاتيف 1 بلس ال 3 ده هيكوال معايا نيجاتيف 2 بلس 3 اللي هي هتيكوال معايا 1، هو بيقول لك ايكوال 5 يبقى ده ما ينفعش معايا. طيب نيجي هنا ال 1 وال 3 يبقى 2 تايمز 1 بلس 3 اللي هي هتيكوال 2 بلس 3 اللي هي هتديني ايه؟ هتديني 5، وبالتالي هو ده اللي هيحقق ايه معايا. طبعا اللي تشوز بواحده بس اللي تبقى كوريكت، يبقى الاثنين دول ايه؟ مش هيشتغلوا معايا. بروبلم 3 بيقول لي الاوردر دي بيرز 3 و 2 doesn't satisfy relation، انهي relation من دول؟ خد بالك doesn't satisfy، يبقى انا مش عايزه يحقق. طبعا واضحه هنا، طبعا هنا 3 و 2 5 هيحقق، هنا هنا هيبقى عندي 3y يعني 3 تايمز ال 2 ماينس ال 3 اللي هي هتيكوال 6 ماينس 3 هيديني 3، لا بيحقق هنا كمان ما ينفعش. طيب هنا y بلس x ايكوال 7، اه واضح طبعا هنا لما اجي اشوف الواي عندي ب 2 والاكس عندي ب 3 المفروض تديني ايه؟ تديني 5، يبقى مش هيحقق مين الريليشن دي. نمبر 5 بيقول لي نيجاتيف 1 و 5 ساتسفايز الريليشن دي، عايز الكي، عوض على طول هنا بالاوردر دي بيرز، يبقى انا عندي 3 تايمز نيجاتيف 1 بلس كي تايمز 5 ايكوال 7، يعني نيجاتيف 3 بلس ال 5 كي ايكوال 7، نودي ده هنا بالبوزيتيف 3، يبقى انا عندي ال 5 كي بتيكوال ال 7 بلس ال 3، يعني ال 5 كي بتيكوال ال 10، يعني ال كي بتيكوال 10 ديفايدد 5 which is ال 2. تعالوا نشوف مع بعضينا بروبلم 6. بيقول لي the opposite table represents relation between x و y، which of the following expresses this relation. مديني مجموعة اوردر دي بيرز وبيقول لي هل الاوردر دي بيرز دي كلها تخص انهي ريليشن من دول؟ نيجي نشوف ريليشن ريليشن. خد بالك المسألة دي فيها تريك عشان بس ايه واخدين بالنا من دلوقتي.
تعال ناخد اول اوردر دبير اللي هو 1 ونيجاتيف اي ونيجاتيف 2 ات 1 واي ونيجاتيف 2. تعال نجرب هنا الاكس عندي بكام؟ الاكس ب 1 يبقى 1 بلس نيجاتيف 2 يديني كام؟ يديني نيجاتيف 1. اه شغال ده اشتغل مع دي يبقى انا دي احطها معايا في حساباتي. ناخد انذر 1. ليه خدت واحده كمان؟ ليه ما حكمتش باول اوردر دبير بيحقق معايا الريليشن؟ لان اي اوردر دبيرز في عدد لا نهائي من الستريت لاينز اللي ممكن ايه اللي ممكن يمر بيه. يعني انا لو عندي كده مثلا ادي اوردر دبير اهو ممكن يعدي الستريت لاين ده بيه وممكن يعدي الستريت لاين ده وممكن ده وممكن ده. كل دول ستريت لاينز بتعدي معايا على الاوردر دبيرز ده. يبقى عشان احكم على ريليشن انا محتاج تو اوردر دبيرز، لازم اجيب واحد كمان. لو لقيت اتنين خلاص يبقى هي دي يبقى التبل ده يخص الريليشن دي. طيب دي نجحت معايا مع اول اوردر دبيرز، تعال ناخد تاني اوردر دبيرز بقت 2 ونيجاتيف 5. عندي هنا هيبقى الاكس عندي ب 2 بلس ماينس ال 5 ده هيديني كام؟ ده هيديني ماينس ال 3 وهنا بيقول لك ماينس 1. اه يبقى ما ينفعش دي خالص، يبقى دي ما نجحتش ان هي تحقق التيبل، حققت واحد بس. طيب تعال نشوف الثانيه. بالنسبه للثانيه دي ات 1 ونيجاتيف 2 هنا الاكس عندي بكام؟ الاكس عندي هنا 1 يبقى عندي 1 ماينس نيجاتيف 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1 بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. شغاله يبقى دي برضو اشتغلت معايا مع اول اوردر دبيرز. طب تعال نشوف ثاني واحد يبقى ات 2 ونيجاتيف 5 دي هتبقى ايه؟ الاكس ب 2 هيبقى ماينس ماينس 5 اللي هي ال 2 بلس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 7. لا ما ينفعش هنا 3. يبقى دي برضك فشلت معايا ان هي تحقق 2 اوردر دي ايه؟ 2 اوردر دي بيرز. طيب ناخد اللي بعديها. اللي بعديها ات 1 وايه؟ ونيجاتيف 2. يبقى انا عندي 3 تايمز 1 بلس الواي عندي بكام؟ نيجاتيف 2. هيديني 3 ماينس 2 which is 1. يبقى الريليشن دي اول اوردر دي بيرز نجح ان هو يحققها. طب نشوف تاني اوردر دي بيرز ات 2 نيجاتيف 5 عندي يبقى 3 تايمز 2 الواي عندي هيبقى بلس ماينس ال 5 اللي هي ال 6 ماينس ال 5 which is ايه؟ which is 1. يبقى الاوردر دي بيرز ده وده هما الاثنين نجحوا ان هما يحققوا الريليشن دي، وبالتالي هي دي اللي انا بدور ايه؟ بدور عليها. طبعا ما تجربش في دي لان احنا بنختار just one ايه one answer. problem 7 بيقول لي the opposite table shows the relation between x و y which is انهي relation من دول بتحقق لي التيبل ده. اتعلمنا من المسألة اللي فاتت ان المسألة دي بالذات لازم تاخد two order pairs يشتغلوا معاك، لان اي order pairs بيمر بيه عدد لا نهائي من relations، وبالتالي انا محتاج اتنين يحققوا لي relation. طيب ناخد اول واحدة 4y equal x plus 4 at 1 1 يبقى الy هت equal 1 plus 4 يعني الy هت equal 5. طب هو بيقول لك الy equal 1 يبقى ما تنفعش اصلا دي معايا من الاول. طيب نيجي تاني واحده 4y equal x plus 1 at 1 1 يبقى ال y هت equal 1 plus 1 which is 2 وبيقول لك هنا ايه 1 و 1 يبقى ما ينفعش، يبقى دي برضك فشلت معايا من اول اوردر دي بيرز. طب نيجي هنا 4 y equal 2x minus 1 at 1 و 1 لما ال x ب 1 يبقى ال y بكام؟ 2 times 1 minus 1 which is 2 minus 1 يديني 1. اه بالفعل هي هنا 1 يبقى انا ايه الريليشن دي اشتغل معها الاوردر دي بيرز ده. طب ناخد اللي جنبه يبقى 8 2 3 الواي هت ايكوال 2 تايمز 2 ماينس 1 which is 4 ماينس 1 which is 3 اللي هي بالفعل دي. يبقى الريليشن دي حققت معاك 2 اوردر دي بيرز وبالتالي هي دي اللي انا بدور عليها. اللي بعديها بيقول لي relation which expresses the two order pairs ده وده together is ايه؟ لازم ال two order pairs دول يحققوا لي مع بعض واحدة من دول. طيب نيجي أول واحدة هنا 4 2 1 ال y عندي هت equal 1 over 2 times ال x عندي ب 2 دي تروح مع دي يبقى هت equal 1. اه محققة معايا. تعال نشوف التاني 4 4 و 3
ال y عندي هت equal 1 over 2. ال x عندي is 4. هنا يديني 1 هنا يديني 2 يبقى هيديني 2. يبقى ما ينفعش يشتغل معايا، لازم يطلع 4 و 2. هنا بيقول لك 4 و ايه و 3، يبقى دي ما تنفعش. طب نيجي هنا 4 2 1. بالنسبة لل 2 1 تلاحظ ال h y هت equal 2 times 2 minus 5 which is minus 1. هنا بيقول لك 1، يبقى دي برضك فشلت معايا من اول ايه order the pairs. نيجي هنا 4 2 1 ال y هت equal 2 minus 1 which is 1، وبالتالي تمام ده اشتغل معايا هنا، ال order the pairs ده اشتغل معايا هنا. طيب 4 و 3 ال y عندي هت equal هنا 4 minus 1 which is 3، بالفعل حققت معايا دي كمان، يبقى هي دي الريليشن اللي انا بدور عليها. بروبلم 9 بيقول لي الريليشن دي is represented by a straight line intersecting the y axis at point A. خد بالك دي كده مساله امتحانات، المساله دي بتيجي في الامتحان على طول، دايما يذكر لك الاكس ان اللاين بيانترسكت الواي اكسس او الاكس اكسس، عشان يبقى عارف انت فاهم ان لو بيانترسكت الواي اكسس الاكس بزيرو ولا لا. طيب هو بيقول لك بيانترسكت الواي اكسس، طب احنا اتفقنا مع بعضينا ان الواي اكسس ده اسمه اكس ايكوال زيرو، يعني كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الاكس كوردينيتس بتاعها بزيرو، يعني على طول كده بالاول كده دي كده ما تنفعش ودي كده ما تنفعش. يبقى انا هجرب دي واجرب مين واجرب دي واشوف مين اللي هيشتغل معايا. يبقى ات 0 8 هنا 3 تايمز الزيرو بلس 8 تايمز 8 ده بيكوال كام؟ 0 بلس 64 which is 64، ما تشتغلش معايا. طب نيجي نجرب دي وهي هتطلع هي طبعا اكيد. يبقى ات 0 و 3 هيبقى عندك انت 3 تايمز 0 بلس 8 تايمز 3 هتيكوال معايا 0 بلس 24 which is 24، اللي هي فعلا بتحقق معايا ايه؟ الريليشن. بروبلم 10 بيقول لي الريليشن 2x plus 7y equal 14 is represented by a straight line intersecting the x axis at the point A. بيقول لك intersecting the x axis، واحنا اتفقنا ان ال x axis ده straight line اسمه ايه؟ اسمه y equal 0. يعني ايه y equal 0؟ يعني كل البوينتس اللي عليه ال y coordinates بتاعها بزيرو. يبقى ده كده ما ينفعش وده كده ما ينفعش، ده اللي يشتغل معايا او مين او ده، اشيك بقى على ده او ده. يبقى ات 2 0 يبقى انا عندي 2 تايمز ال 2 بلس 7 تايمز 0 ايكوال 4 بلس 0 اللي هي هتيكوال معايا 4، وبيقول لك هنا 14 يبقى ده ما ينفعش معايا برضو. طبعا ده اكيد هينفع معايا بس نتاكد. ات ال 7 وال 0 يبقى 2 تايمز ال 7 بلس 7 تايمز ال 0 هيكوال معايا 14 بلس ال 0 اللي هتيكوال 14، وبالفعل بيقول لك هنا 14، يبقى هو ده اللي ايه اللي يشتغل معايا. طيب نيجي نشوف اللي بعد كده. بيقول لي الايمج اوف البوينت 5 و 3 باي ريفليكشن ان ذا ستريت لاين اكس ايكوال 1 از. طبعا هو هنا اولا بيختبرك في ايه؟ هل هتعرف تحدد الستريت لاين اللي اسمه اكس ايكوال 1؟ هو اسمه ايه؟ اسمه اكس ايكوال 1، اسمه اكس ايكوال يبقى بيربنديكولار على الاكس. طب هيقطع الاكس فين؟ في 1. يبقى هو انهي ستريت لاين؟ يبقى الستريت لاين ده. ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه اكس ايكوال 1. طب البوينت عندي اسمها ايه؟ اسمها 5 و 3. ادي اجي 5 واطلع ايه؟ واطلع 3. لما اجي اعمل لها ريفليكشن على ستريت لاين ده تبقى ايه؟ هنزل بيربنديكولار عليه، ادي 1 2 3 4 4 يونتس، امشي الناحيه الثانيه 4 يونتس 1 2 3 اند 4، يبقى هي البوينت دي اللي هي اسمها ايه؟ نيجاتيف 3 اند 3. طيب نيجي اللي بعد كده. بيقول لي الايمج اوف ذا بوينت دي باي ريفليكشن ان ذا ستريت لاين واي ايكوال 1 از. هنا برضك بيختبر هل هتنجح في ان انت تعرف مين هو واي ايكوال 1؟ طيب بقول لك y equal 1 يبقى straight line perpendicular على مين؟ على y. عندي مين؟ عندي البوينت 1. او تقول لي straight line parallel لمين؟ للx، وبيقطع ال y في مين؟ في 1. نرسمه اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى ده كده، ده ونكتب جنبيه كده y equal ايه؟ equal 1. طيب البوينت اسمها ايه؟ 4 و negative 2. 4 و negative 2 البوينت اهي.
طب لما اجي اعمل لها ريفليكشن انزل بيربنديكولار على اللاين، ادي 1 2 3 عملت ايه؟ قطعت 3 يونتس. اروح الناحيه الثانيه ادي 1 2 3 يبقى هي ايه؟ يبقى هي البوينت دي. طب دي اسمها ايه؟ اسمها 4 و4، يبقى التشويس ايه؟ التشويس دي. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1 في يونت 2. اهم حته فيه تبقى انت فاهم يعني ايه كلمه ساتيسفاي، فاهم يعني ايه ستريت لاين، بارل للاكس يبقى اسمه ايه، بارل للواي اسمه ايه، الاكس اكسس اسمه ايه، الواي اكسس اسمه ايه. الليسون ده مهم جدا السنه الجايه، داخل معاك في يونت كامله، فلازم تفهم الليسون ده كويس. انا قصدت ان انا احل عليه اكسرسايز كتيره عشان بس الدرس ده مهم، وبالتوفيق ان شاء الله.